السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مجددا في قناتكم قناة سيناميد وحلقة من حلقات لونجاج سي اس اس لو ديفلوبمون ويب. ان شاء الله في هذه الحلقة هذه غادي نشوفوا لو تريتمون دان ايماج. بعد ما شفنا لو تريتمون ديال لو تكست في الحلقة المقبلة، يعني خاصنا نزيدو كذلك نشوفو لي فونكسيون اللي نقدرو نلونسيو ليماج ونقدوها يعني بشي افضل، يعني كنحتاجوه كذلك في لو ديفلوبمون دان ويب. نبداو على بركة الله. اول شيء يعني نذكركم بعض الاشياء ويعني شنو عملت. اول شيء يعني كرييت واحد ان فيشي اتش تي ام ال سامبل وداك وكريت واحد الفيشي بوان سي اس اس، يعني هادشي راه شفناه في الحلقات السابقه، يعني اللي ما عرفش الطريقه ماشي مشكل واللي رجعوا. يعني كتكري ان ايماج باغ اكزومبل، يعني كنترول ان كنترول ان كتمشي لونغاج، يعني الا كان فيشي اتش تي ام اي كتكليكي لا بوان اتش تي ام اي، سينو الا كان فيشي سي اس اس كليكي سي سي اس اس، يعني كتكري دابا ان فيشي سي اس اس وكت اونغوجيستري عادي، كت اونغوجيستري بيرو كتوضع لو نوم ديالك و ليكستونسيون ديالو بوان سي اس اس او اتش تي ام ال على حسب لو نوم. انا كريت دو فيشي، لو فيشي اتش تي ام ال يعني عطيت واحد لو نوم تيست ديماج، يعني هنا حطيتها في البيرو هو عندي في البيرو تيست تيست ايماج. كذلك عندي لو فيشي سي اس اس، يعني عطيتو لو نوم ستيل بوست سي اس اس كذلك يوجد في البيرو. وعندي ان ايماج سميتها تشامب، يعني ديال الشامبيونز ليغ، يعني ايماج عاديه غادي نلونسيها في فيديو، عطيتها لو نوم ديال الشامب. بعد ذلك نرجعو الفيشي، بعد ذلك حطيت لو ليان، يعني الطريقه اللي باش نغوليه ما بين باج اتش تي ام ال و سي اس اس، يعني كنوضعو في الهيد ما بين الهيد لينك ريد ستي تشي تيب تكست سلاش سي اس اس ريف لونو، هنا كنوضعو لونو ديال فيشي سي اس اس. انا كنت عطيتو ستيل بوان سي اس هو ستيل بوان سي اس اس ستيل بوان سي اس اس، هادشي اللي شفناه في الحلقات السابقه ذكرناكم به ماشي مشكل. نبداو على بركه الله، يعني نتيستي لاحظوا معايا انا نتيستي الباج ديالي معايا فيد، يعني ما كاين حتى انيماج سون انيماج. نرجعو نمشيو للكود سي اس اس، يعني هاد الايماج فين باغا تظهر لي، بغيت تظهر لي في الباطي، يعني الباطي. نبداو على بركة الله، كنكتبو باكغراوند ايماج، هاهي باكغراوند ايماج دو بوان يو ار ال، يعني لونيا هنا غنوضعو لادريس يعني ديال ليماج، لو سورس ديال ليماج. رجعو انا ممكن من انصح يعني تنصح، يعني حنا كنعملو تيست، يعني تبع معايا حتى ليماج حطها في البيغو، فيشي سي اس اس في البيغو، فيشي اتش تي ام ال في البيغو، باش تبع معايا ما توقعش شي خطا. يعني المعظم كيكري واحد ان فيشي وعاد كيوقع له ليماج عنده فيها والفيشي سي اس اس في جهه، من الاحسن تبع معايا وضع ثلاثه لي فيشي. يعني نرجعو الان نشوفو السورس ديالها، كليكو بوطون دغوا لا سوري بروبريتي سيكوريتي كناخدو، يعني هو عندنا في الديسكتوب كنديو غير لومو لي موراه، يعني الديسكتوب عندي ليماج كوبي هكذا نرجعو نوضع كولي كنترول اس. نلاحظو الان شنو غادي يظهر، لاحظوا معايا اي ظهرت لي بلوزيوغ ديماج، يعني البادي كامل عطاه ان ايماج، يعني ظهروا لي لي زيماج. لذلك نشوفوا لي فونكسيون الثانيه، لي فونكسيون يعني نو ريبيكت، يعني بغيت انا ما تظهر لي شي كنستعملو
no respect, no respect, no respect, no effort, no no respect. هكذا هكذا تكتب no respect. control s. لاحظوا الان غادي تظهر لي مره واحده يعني تمرة. شوفوا الان no respect no respect. هنا خصنا نعطيها واحد الويد والرايت. هنا خصنا نعطيها واحد البيكسل يعني 200 بيكسل 300 بيكسل. يعني اول بيكسل اللي عطيته ديال لارجور. هذا لونغور. لاحظوا الان دمتش يعني لاحظوا معايا مزيان نشوفوا هاد الايرور هادو كاملين ونصلحوهم باش نستافدوا منهم وما نوقعوش في هاد الخطا هذا. شوف الا كنت غادي تيستي ان ايماج سون بار لي زاتريبي اوتر دي زاتريبي يعني ما كتستعمل ايماج يعني هنا تيستير ايماج. الا حيدنا ايماج خلينا البورديور يمكن لينا يتقراو لي زاتريبي اوتر لي زاتريبي. كنترول اس الان غادي تخدم. هاي لاحظوا معايا يعني عطيتها واحد لونغور وما تعاودت لي شي في الباج ديالي. فهمتوا استفدتوا من هذا الايرور يعني اتونسيون يعني الا كنت عتيستي ايماج كتزيد واحد ليماج يعني باغي تدخل واحد لي زاتريبي اوتر لي زاتريبي حيد ايماج وضع لي زاتريبي. نزيدو نكبروا عطوها 500 هنا 400 شوفوا لاحظوا ايا يعني تغير الشكل ديالها يعني كزا بحال ازاحه كنستعملو بحال الازاحه ديالها. اوكي نرجع نشوف شنو كاين حدا اخر. نو ريبيكت كاينه كاين فيرتيكال اوريزونتال يعني فيرتيكال نستعملو ريبيكت إيكريك هيا ريبكت إيكريك هنا خصنا نحيدو هنا نوت ريبكت يعني باش يظهرو لي ديماج يعني الشكل فيرتيكال. لاحظوا معايا يعني عطاني على شكل فيرتيكال. نشوفو الآن أوريزونتال كنغيرو غير إيكريك بإكس. فيرتيكال إيكريك أوريزونتال إكس. لاحظوا الآن ها هما كيظهروا لي يعني شكل فيرتيكال. كذلك شنو بقى لنا كاين رايت يعني الخلفيه يعني نشوفوا الخلفيه ديالها يعني بغيتها تظهر لي بان كولور غاد. الان نشوفوا كنزيدو غير ريد اول يعني ريد قبل ليماج. لاحظوا معايا الخلفيه كيفاش غادي تظهر لي. لاحظوا معايا يعني لو كولور روج هنا يعني تقريبا هاد ليكزومبل هادو اللي كنتيستيو بهم ان ايماج. الا كان شي اكزومبل واحد اخر غادي نلقاو في لي طابلو ومازال غادي نخدمو على لي زيماج اللي في لي توتو اللي ماجين ان شاء الله في سي اس اس حيت ضروري غادي نحتاجوهم. يعني نتمنى الحلقه تكون نالت اعجاب ديالك. وهذه القناه ديالكم هذه ماشي ديالي. هذه القناه هذه كنساعدو من خلال هذه القناه هذه كنساعدو مع بعضياتنا. اللي عنده شي تساؤل يمكن يوضعو في التعليق ولا كان شي واحد عنده جواب يجاوب. يعني ماشي يعني كاين بعض الاشخاص يعني كيصيفطوا لي في الصفحات الشخصيه ديالي في فيسبوك يعني صيفطوا لي بعض ليكزيرسيس او لا بعض لي زيرور. يعني كنعتذر يعني ما كنكون خدام ما كنقدرش هو محتاج ديك الايرور في واحد يعني ان جوغ ولا يعني ممكن نكون مضطر ما الخدمه ما كنقدرش. يعني كنتفضل انك توضعه في التعليق يعني باش اشخاص اللي يشوفوا هذا الفيديو يعني يقدر شي بعض الاشخاص يجاوبك. يعني ما كيكونش الوقت ملي كيكون الوقت كنجاوب بقدر كافي من الاشخاص. هنا كنكون وصلنا الى نهايه الحلقه. نتمنى هذه الحلقه هذه تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم
يعني اللي في الدراسة أو اللي عنده رغبة يقرأ في لونجاج سي اس اس. وما تنساوش تضغطوا على زر لايك ومشاركة الفيديو، يعني كتشجعوا هذه القناة هذه ونستافدوا جميع. كلما كان المتابعين ديال هذه القناة هذه يعني كنستافدوا منها، والدور ديالكم نتوما كذلك كتساعدوا وحدين اخرين. هنا كنكونوا وصلنا الى نهاية الحلقة، نتمنى الحلقة تكون نالت الاعجاب ديالكم. عفوا على الاتصال. المهم كان معكم في الاعداد والتقديم محدثي لا، شكرا، دمتم برعاية الله.